нервными дивизон военных сил Египта и научных أساتذة الجامعات ووزارة النقل والهيئة الرقابة الإدارية. А также мы очень благодарны профессорам университета, Министерству транспорта и... تحليل فني استمر أكثر من تقريبا 9 أشهر ووصلنا في الآخر إلى قبول عطائين تم الفتح المالي وهيئة اتضح لنا أن أحسن أسعار هي أسعار التحالف الروسي المجري اللي احنا الحمد لله تشرفنا بتوقيعه. الجديد في هذا التوقيع ان احنا وده هيتكلم عليه طبعا معالي الوزير العصار لان هيبقى في جزء تصنيع محلي مهم جدا لتوطين الصناعه العربات.